أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الجولة المحلية والإقليمية على أبرز ما تناولته صحفنا العربية في بداية شهر سبتمبر، ونستهلها من صحيفة البيان الإماراتية. خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون ملك ماليزيا ورئيس كيرغيزستان. وفي صدارة الأخبار التي أوردتها البيان، محمد بن راشد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الإلكتروني. بحثا هاتفياً علاقات البلدين وتطورات الأوضاع في منطقة المتوسط، محمد بن زايد ورئيس وزراء اليونان يؤكدان أهمية معاهدة السلام في تعزيز أمن المنطقة. أيضاً على أولى صفحاتها، سيف بن زايد يشهد عن بعد تكريم الدفعة الخامسة للمسرعات الحكومية. شيخة فاطمة، نمضي بثبات لمستقبل أكثر ازدهاراً للإماراتية. برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات حفظها الله، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كرمت حكومة دولة الإمارات الدفعة الخامسة للمسرعات الحكومية التي أطلقتها بالشراكة مع الاتحاد النسائي العام في حفل أقيم عن بعد تحت شعار تمكين وريادة المرأة. وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، رئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات حفظها الله، أعربت عن شكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي رعاه الله لدعمه الصادق والمخلص لعملية التنمية المستدامة للمرأة الإماراتية وتوجهاته السامية إلى استحداث الدفعة الخامسة من المسرعات الحكومية لتمكين المرأة. وثمنت سموها الدور الوطني للاتحاد النسائي العام في دعم مسيرة وتمكين ريادة المرأة في الدولة. ونبقى مع ما أوردته صحيفة البيان التي جاء فيها وفد مشترك على متن أول طائرة تجارية إسرائيلية تحط على أرض الدولة. أمريكا برؤية وشجاعة محمد بن زايد تحققت معاهدة السلام. إذن وصل إلى مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي أمس وفد مشترك من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل برئاسة جاريت كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة للدولة. وغادر الوفد أمس على متن أول طائرة تجارية إسرائيلية تحط على أرض الدولة، وكتب على أعلى نوافذ قمرة القيادة كلمة سلام باللغات العربية والعبرية والإنجليزية. وخلال مؤتمر صحفي عقد على أرض المطار قال كوشنير: نحتفي الآن بلحظة تاريخية مع وصول أول رحلة تجارية من دولة إسرائيل إلى دولة الإمارات، مشيرا إلى أن الإنجاز التاريخي والإعلان عن معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل تحققت بفضل رؤية وشجاعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وردا على سؤال من وكالة أنباء الإمارات وام حول دور معاهدة السلام في تعزيز السلام في المنطقة، قال كوشنير: إنها سوف تؤدي إلى تغيير مسار السلام في منطقة الشرق الأوسط، وسوف تسفر عن العديد من مجالات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات منها الصحة والتعليم والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن المستقبل لا يجب أن يبقى رهينة للماضي. بالانتقال إلى صحيفة الاتحاد، طحنون بن زايد يلتقي الوفد الأمريكي الإسرائيلي المشترك بحضور عبد الله بن زايد. ونقرأ من الاتحاد كذلك: الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل تصدر بياناً ثلاثياً مشتركاً في ضوء زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي للدولة. ونقتبس من نص البيان: تمثل معاهدة السلام التي تم التوصل إليها بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل برعاية أمريكية في 13 من أغسطس 2020 خطوة شجاعة نحو منطقة شرق أوسط أكثر
أكثر استقراراً وتكاملاً وازدهاراً. تأتي هذه المعاهدة في الوقت المناسب، فعلى مدى العقد الماضي شهدنا زيادة ملحوظة في الحروب والدمار والنزوح وتحول ديموغرافي متزايد نحو الشباب. لذلك فإذا أردنا تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة فإنه يجب أن نستجيب بشكل فعال لكل هذه المتغيرات. أطلقت المعاهدة فرصة تاريخية في إقامة علاقات اعتيادية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، والتي أدت إلى وقف خطط ضم دولة إسرائيل الأراضي الفلسطينية. إلى صحيفة الخليج، برعاية سمو الشيخ خزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم، قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري الهواة اليوم. إذن في تمام الساعة 7 من مساء اليوم سوف نشهد مراسم قرعة مسابقتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2020-2021، وذلك في مسرح دائرة الصحة في العاصمة أبوظبي، تقديرا لجهودها الكبيرة في مواجهة جائحة كورونا وتقديرا لعطاء خط الدفاع الأول في كل المؤسسات والجهات ذات الصلة. أيضا اليوم وبالتعاون بين مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة والإنمائي تنطلق فعاليات منتدى كوفيد-19 تسريع الخطى نحو مجتمع المعرفة المستمر حتى 3 سبتمبر. ويهدف مشاهدين هذا المنتدى الذي ينظمه مشروع المعرفة العالمي ممثلا بمؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف إلى خلق حوارات افتراضية لمناقشة مختلف القضايا المعرفية وتسريع الخطى نحو بناء مجتمعات المعرفة. وسوف يشهد الملتقى إطلاق مبادرة جديدة من مشروع المعرفة، وهي سلسلة من ورش العمل ودورات التدريبية العملية التي تهدف إلى تزويد الشباب العربي بالمهارات المطلوبة للمستقبل. ما زلنا وإياكم مع ما تناولته صحيفة الخليج التي جاء فيها: وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى سوريا لمكافحة كورونا. إذن ضمن الاستجابة العالمية لدولة الإمارات للتصدي للجائحة ودعم القطاع الطبي السوري، وصلت إلى العاصمة السورية دمشق طائرة مساعدات طبية سيرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السورية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19 على الساحة السورية. خبر آخر يتحدث عن مبادرات إماراتية لمد يد العون للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، تشارك فيها كل من الاتحاد الطيران والهلال الأحمر ودبي للاستثمار. وتفاصيل الخبر تشير إلى أن الاتحاد للطيران وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي نظمت حملة لمساعدة الجرحى والمهجرين من بيوتهم في العاصمة اللبنانية بيروت، وقامت الاتحاد الطيران إلى جانب الهلال الأحمر الإماراتي بتوفير الخيم للعائلات التي أضحت بلا مأوى، إلى جانب تشييد 5 خيم خاصة لتقوم مقام العيادات الطبية للذين يحتاجون إلى مساعدات طبية عاجلة. من جهة أخرى، وفي إطار جهودها الإنسانية، قدمت دبي للاستثمار الدعم للبنان في أعقاب انفجار ميناء بيروت بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وفرت الشركة المساعدة اللازمة وقامت بشحن الزجاج لاستبدال ألواح الزجاج في أكثر من 700 شقة متضررة، إضافة إلى الأدوية لمساعدة المستشفيات والطواقم الطبية، مرسلة حوالي 1.5 طن من الأدوية. نختم الجولة من الكويت مع ما نشرته صحيفة الأنباء من إرشادات صادرة عن وزارة الصحة الكويتية تتعلق بوقف العمل بالاحتياطات الاحترازية المتبعة لحالات الإصابة بكورونا، إذ يمكن إيقاف احتياطات نقل العدوى بعد مرور 10 أيام من أول اختبار إيجابي للمرضى الذين لا يعانون من نقص المناعة، ويتوجب استشارة خبراء محليين في مكافحة الأمراض المعدية إذا ما استمر القلق
من كون المريض معديا لمدة تزيد عن 20 يوما. وتناولت الإرشادات أيضا محاور عدة تتعلق بالأعراض وضعف المناعة واستراتيجية الاختبار وكيفية إيقاف انتقال العدوى وإمكانية صرف المرضى من المرافق الرعاية الصحية عندما يكون ذلك مقبولا سريريا. كما تم التطرق إلى معايير شدة الإصابة بالفيروس مفصلة الحالات بنقص المناعة وتأثرها الشديد بمرض كوفيد-19.